يا عم روح بقى. اوكي. هو انت طالع لي خربان خالص؟ عيان عيان. ولما انت عيان طالع لي انا ليه؟ انت اخويا الوزير الصحة. يوكي صحتي على قد اليومين دول. اقعد في سريرك، ما تنزلش الشغل، تبهدل ولاد الناس معاك. انت عارف جالي ايه؟ ابعد عنك. جالك ايه؟ جالي رميس. ورمسيس يجيلك ليه؟ رمسيس مين؟ رميس ده مرض بيفقدني الظهور، وامي السبب فيه مش انا، الله يسامحها بقى. امك؟ اه. ليه؟ امي وهي حامل فيا كانت بتشم سحاب. السحاب اللي ماشي فوق؟ اه، كانت عفريته مدمنه سحاب، كانت تطلع الصبح تضرب سحابتين وتروح راجعه على طول. وده يعمل ايه؟ ده بيعمل دماغ مطر كده في الصيف، بس خاطر. والنبي قول لهم احسن فاكرينك اهبل. بص فاكرني؟ اه. دول متاكدين ان انا اهبل. قول لهم قول لهم قالوا رميس ان امه كانت بتشم سحابه، قالوا رميس ان امه كانت بتشم. طيب. قالوا رميس. خلاص انت فرحان بامك خلاص. قول لهم يا عيني. يوسف نقول لكم يوسفك العفريت مات. ايه؟ لا لا اله الا الله. ما يا اخي اوعى تعمل في نفسك كده. ما يا اخي بلاش، عشانك، عشان اللي في بطنك. مش قادر. لا 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 يا اخويا. ولد كان حامل وانت ضيعت. ويقول لك 3 سنين اتخاطف. ما يتخاطف. ايه يا عم؟ ما يتخطف يا اخويا. يتخطف؟ هو كان ابن اختك. لا. انت تعرفه؟ لا بس يا حسين. كان عاملني فضيحة ليه؟ وجمالات. يا وكيل قدر موقف الولد. يلا فاكر هتقول ايه؟ قالوا رميس نومه كانت بتشم سحابة، قالوا رميس نومه كانت بتشم. خلاص يا ابن الشمامة، خلاص. خلاص يا اخوي كده يا وكيل. خلاص يا اخوي. يلا يلا انت حاططني حاطه. ربنا ينتعك. يلا العفريت جاله اسهال. انا قلت جاله اسهال؟ مش عنده 3 سنين هيجيله ايه يعني؟ واتشخصت يا دكتور. يلا يلا يا عم دخلنا في الاسهال، الله يقرفكم. يلا يلا. قرفت مني قوي. يلا يلا العفريت جاله رميس. لا اله الا الله. لا اله الا الله. جاله ايه يا بالحاج؟ رميس. وده بكم ولا بنص كم يا عينيا؟ ايه؟ اصل انا عندي واحد صاحبي جاله سنتالون. سنتالون؟ واحده صاحبتي كانت لها سيبه فوق الثقبه اللي هي الركبه. الركبه؟ واحد صاحبتي لابس سنيله بسملات اللي هي الحمالات. طب امشي. صغراتي قعدت الخيبه ب 6. امشي احسن لك، هديك بالسازمه اللي هي الجزمه. تعال. تدينا في خيبتك. تعال يا اخويا. واد قليل ادب. ايه اللي حصل بقى؟ طب والله يا قاسم انت بالذات لو شفت العفريت هتحبه يا عم. ليه؟ عشان انت حنين يا قاسم. يا سلام. العفريت ياخد قلبك كده، الواد شكله حلو. انت بتتكلم بجد؟ هو ربنا. لا احكي لي بقى احكي لي. أم يا عم. مالها أم؟ أم الله يسامحها بقى. مالها أم الله يسامحها؟ أم. مالها أمه؟ أمه. مالها أمه؟ وهي حامل فيه. اه. كانت بتشم سحاب. ايه يا جدع انت الطريقه دي؟ انا قلت لك امي بتبيع بانجو، ما تتكلم عادل. ده احنا هتقبض علينا واحنا واقفين. دماره ده وقعت التاريه. بتشم ايه يا اخويا؟ شم سحاب. السحاب ده؟ اه كانت تطير وتسحب سحابتين وتنزل. وده يعمل ايه ده يا ضنايه؟ انت برضه اللي بتسال، ما انت قريب منه وعارف. وحياه ابوك لا تقول لي بيعمل ايه؟ بيعمل دماغ مطر في الصيف كده. انت بتتكلم جد؟ آه. انا عارف النسوان ديت. ايه؟ تعرف ست السيد؟ مالها؟ بتشم شربات. وده يعمل ايه؟ يعمل دماغ جزم في الشتا كده. يا وكيل قول لهم زهور مش هزهر خلاص. طب ازر ايد واحده بس. ما ينفعش وحيات ابني. ما ينفعش. ابني مين يا انت؟ يا راجل انت مخلف. تتح. انا ما حكيتكش عنه. تتح؟ تتح ده طولك في اعداديه دلوقتي. يعني ابنك في اعداديه وانت في كي جي 1؟ ما احنا عندنا بالعكس، انا ابويا لسه في الكتاب لحد دلوقتي. النبي فكرتني يا وكيل، الواد تتح نتيجته بكره، خليهم يدعوا له بالنجاح والنبي. لو دعوا له تظهر؟ ابدا ابني. تظهر يا يدعوا له من قلبهم بس. تظهر؟ اظهر يلا. يا ولاد اخر طلب معايا. امرنا امرنا، ما انت فرهدتنا. ادعوا ورايا بس من قلبكم. ادعي يا نينا. يا رب تنجح يا تتح. يا رب تنجح يا تتح. رب تنجح يا تتح. يا رب تنجح يا تتح. اظهر لما النتيجه تطلع. ايه ده ايه ده؟ لا عيب يا وكيل. يا تركة يا شكشوكة. يا تركة يا شكشوكة. يا رمسيس. يا تحرير. يا رمسيس. يا عتبة. احنا هنقف نركب. هو تعبك؟ ايوه. اخص عليك يا عفريت، انت ليه تعمل كده في الوكيل؟ اخص عليك. خالد. ايه؟ تعال. درسك وجعك ياض ولا ايه؟ لا في ضرب في المنطقه. ضرب ايه؟ هنا ناقص عبط. طب قول اخص عليكوا على شكلك. اخص عليكوا على شكلك من ناحيه قلبي ونار قلبي. في هبل بيحصل في الفانيلات. لا يا
ابني الوكيل عمال يكلم العفريت. مش ناقصه فتيات. بيقول لك ايه وكيل العفريت ده؟ ايوه كده، خلي كوكب الارض يحلو. تبقى يا بيت انت عن المنطقه دي وانت مالك؟ ما تبقاش تطعر زي ما جنبك عربيه فولكس خضرة تحرق بيها. ده بايخ قوي. اه في ناموس. لا يا اختي ده بوس. بوس؟ اشمعنى انا لما اروح الدحيان؟ يا واو انزل بوس الولايه دي. فين البوس يا بيت؟ بيت يا مريم، انا عارف ان انت رايحه تسكري في خمار البحر في اسكندريه. آه! اللي بيرقصها انا وسوستني في ودانك. استغفر الله. استغفر الله. الله اكبر. الجينه مفرفرها. يخرب بيتك، انت هتذبحها. مش تاكلها احسن ما تفكس. انا مصدقك والله، مصدقك. بس سيب البنطلون، سيب البنطلون، سيب البنطلون. مش لابس حاجه تحت مني. خد هنا، انت مش لابس حاجه تحت منه ليه؟ انا بصيف بدري يا اخويا. تعالى تعالى يلا اطول من الليله السوداء انت. تعالى كلمه على العفريت هديك على قفاك، فاهم؟ وكيف؟ ما تخافش. ما تخافش ازاي؟ يا هند هجيب لك الانتيكات اللي بتحبيها، بس سيبك من العيله دي خالص. في ايه يا بنت؟ طلبني للجواز. يا وكيل وكيل. في ايه؟ السيجاره في الهوا. سيجاره ايه؟ السيجاره بتدخل في الهوا. ايه ده يا وكيل؟ السيجاره في الهوا. اظهر عشان خاطري. مش هينفع. اظهر. انا هدمرك طالما بتغلط فيا. انت فين يا عم؟ انت مالكش دعوه. انت بتكلم مين؟ بكلم نفسي. وكيل السيجاره دي كانت فين؟ اسمع يا جدع انت من الاخر بقى، ها من الاخر عشان الجنان الرسمي. في عفريت ولا صياعه ابديه؟ والله العظيم يا خالد في عفريت وموجود معانا دلوقتي واسمه عفروتو. حلو، خلي سي عفروتو بتاعك يظهر لي وانا اضربه بالجزمه. اوبا الواد ده قال ايه يا وكيل؟ هيديك بالجزمه. يدي مين بالجزمه؟ مش انت. ده انا عاش ولا كده. مش انت. مش انت. مش انت. مش انت. انت بس عشان طويل بتاخد الجزم من فوق. توكيل الواد قال كده ولا انت بتهزر؟ شكلك وحش. يلا سماح عشان خاطر. لا سيبك من شويتين عشان خاطر عيونك. لا 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 سيبك من شويتين دول. عايز تولعها ولا ايه؟ نفسي اشوف لك اي منظر عفاريت. تتكلم بجد؟ نفسي تنفخ نفخه زي العفاريت تولع الدنيا. ايه ده ايه ده؟ نفسي افرح بيك قبل ما اموت. انت شكلك مش مصدق ان عفريت علي الطلاق. ما توريني باسبورك لما اقصد. باسبورك؟ ايوه. طب خليه يستفزني وانا هوريكوا الشر. ماشي. بس ولا خالد؟ نعم. استفزه. هو شاب في سني؟ أه؟ يعني دم حر. أه؟ انا مش هستفزه، انا هطعنه في اعز ما يملك مشاعره ورجولته. قول له يا سي عفروتو يا ذكر يا بتاع الجن، خالد ماشي مع البت عفريتة. مين؟ البت عفريتة بتاعت جهنم الثانوية بنات. الواد ده يا وكيل بيقول ماشي مع عفريتة. يا سيدي شباب ربنا يسامحه. هو انت نازل من غير دم خالص؟ انت مش فاهم، انا لما اقول ربنا يسامحه ربنا يزعل منه ويوديه النار. هيجي النار في حتتنا بقى انا وقرايبي هنقرقشوا هناك. عارف ازاي؟ سيبه بقى دلوقتي. يعني هتفضل سايبه لغايه ما يروح النار؟ اطلع بره. طب ما تجيب بوسه. مش انت. ايه يا عم؟ هو انت واقف تسقط دماغك بس؟ في ايه؟ انا عارف ايه. اخ وكيل. نعم. للاسف عفريتة اتمسكت في طريق الطلبيه ابو ظبي. واحنا مالنا؟ طريق ايه؟ الطلبيه ابو ظبي كانت في عربيه سيرفيس واتمسكت. يا وكيل. في ايه؟ الواد ده دخل في الاعراض. اه شفت؟ سيبهولي بقى. شفت؟ اه شفت. ايوه شفت. نويت على الشر؟ اقسم لك ما كنت ناوي. اه بس نويت. بس انا عايزك تفهم ان انا ما كنتش ناوي. ايوه بس دلوقتي نويت يعني. بس والله العظيم يا لهوي. نويت على الشر؟ نويت. اهو كده فرحني. يا نهار اسود. اقول لك ايه؟ اول حاجه ايه؟ ولع البيت ده. الشارع كله هيولع. ماشي. اقول لك ايه؟ ولعنا انا كمان. لا انت صاحبي. مالكش دعوه. وانا والع هبقى فرحان. حاضر حاضر.